بداية حلم، خربشات ورسومات على جدار. كم هو جميل ذلك الحلم، تنتشي فيه الأزهار خاشعة في صلواتها، تهاليل وترنيمات المساء الهادئ، وما تيسر من آيات العبق والعبير. أثناء الطواف على بيوت آلهة آيلة للزوال، الحسناوات يقدمن ابتساماتهن من حرير، قربانا لذاك الحلم الجميل. كل الألوان حضرت قداس الظهيرة، شهودا على من سيكتب عقد القران بحروف مسمارية ورسومات تؤرخ وتبجل الانتشاء. على بوابة المدينة الغربي ترقص طوائف الزوايا على إيقاع الظل، والبخور المستقدم من الشرق الراكع على سفينة شراعية من زمن حمورابي، تبحث عن مرفأ شاغر للرسل لا مكان للعاصفة عند قدمي المدينة، ولا شيء يفلت من مراقبة أعوان تم اختيارهم لحراسة المعبد. من يمنح التوازن للجداريات وتبقى على توازنها وقداستها حتى الانهار؟